أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نناقش فيها كارثة انتشار الحميات في شمال وجنوب تهامة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم أن مستشفى عبس الريفي المدعوم من أطباء بلا حدود لا يزال مفتوحا لعلاج المدنيين الذين يعانون من حمى الضنك والأمراض الأخرى، وأن فرقها الميدانية استقبلت أكثر من 5000 حالة. عشرات الحالات تتكدس يوميا في المستشفيات الريفية، لكن الحقيقة أن أغلب هذه المستشفيات عاجزة فعلا عن مواجهة الوضع، خصوصا وأن بعضها تحولت إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال جرحى الجبهات، سواء في جنوب تهامة في حيس وما حولها في عبس وأخواتها شمالا. وضع كارثي للأسف يبدو فيه الضحايا وكأنهم يواجهون الجائحة منفردين في ظل ضعف وانعدام الإمكانيات واتكال الحكومة على المنظمات المحلية والدولية في تغطية الفراغ، إلا أن كل الإمكانيات لا تزال دون المستوى المطلوب. ما الذي ينبغي فعله للتصدي لموجة المرض؟ وما جدية أطراف الصراع في الاهتمام فعلا بالجانب الصحي؟ وما حيلة المواطنين في مواجهة الأمراض والأوبئة؟ نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة بعد مشاهدة التقرير. في مثل هذا الموسم من كل عام تشهد المناطق الساحلية الغربية موجة من أمراض الحميات التي تنهش أجساد البسطاء. عشرات الحالات يومياً تتكدس في المستشفيات والمراكز الصحية المتواضعة. وضع كارثي يعجز معه المسؤولون عن مواجهة الجائحة نظراً لانعدام الإمكانيات المطلوبة. في مديرية عبس وحدها تتحدث المعلومات عن آلاف الإصابات بالحميات، خصوصاً الملاريا وما يسمى التهاب الصفائح. في 23 من الشهر الجاري كانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات المشتبه إصابتها بحمى الضنك في مستشفى عبس خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث سجلت 900 حالة 200 منها خلال أسبوع واحد. في اليوم نفسه نشرت صحيفة المصدر أونلاين الإلكترونية نقلا عن مصادر محلية في عبس أن الحوثيين أغلقوا عيادات أطباء بلا حدود في عبس وأخلوها لاستقبال جرحاهم القادمين من جبهة حيران شمال محافظة حجة، وخصصوا عيادات خارجية غير مؤهلة لاستقبال المرضى المصابين بحمى الضنك لا يحصلون فيها على العناية المناسبة وفقا للمصدر. إلا أن أطباء بلا حدود قالت عبر حسابها في الفيسبوك إن مستشفى عبس الريفي المدعوم منها لا يزال مفتوحا لعلاج المدنيين الذين يعانون من حمى الضنك والأمراض الأخرى، وإن فرقها استقبلت أكثر من 5000 حالة في غرفة الطوارئ. في الجانب الآخر من تهامة أيضا يمكن الحديث عن كارثة مشابهة تتمثل في تزايد حالات الإصابة بأمراض الحميات في مديرية حيس والتحيتة والخوخة وما حولها. ففي حيس وحدها استقبل مستشفاها الريفي خلال سبتمبر الماضي نحو 4000 حالة، نصفها إصابات ملاريا وحميات تصنف بأنها التهاب صفائح دموية. الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويثير الأسئلة عن جدية المنظمات الدولية المعنية بالجانب الصحي للقيام بواجبها في ظل عجز الحكومة عن التصدي لهذا الوضع المؤسف. إذا مشاهدينا، وحتى نتمكن من الاتصال بضيوف حلقتنا، نذكر بمحاور حلقة اليوم التي نناقش فيها الأوضاع الصحية والكارثة التي تسبب بها انتشار الحميات في تهامة. فما الأسباب وإلى أين يتجه الوضع الصحي بالمواطنين في الإقليم ومن المسؤول؟ نذهب قبل النقاش إلى هذا الفاصل ثم نعود. التي تسيطر عليها الشرعية لا توجد سجون سرية ولا توجد أماكن تعذيب. الموت دعوتها وشعارها، الخراب أسلوبها ومنهجها،
الحياة وكل ما فيها أعداؤها. الميليشيا مرت من هنا. مشاهدينا أهلا بكم مجددا. الآن ينضم إلينا من حجة الدكتور علي القليصي مدير مركز الجعدة الصحي. دكتور علي مرحبا بك، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير دكتور. دكتور بداية، ما طبيعة انتشار أمراض الحميات والملاريا في عبس وحولها بحسب ما تعلم، بحسب معلوماتك؟ بحسب المعلومات، بحسب الإحصائيات المؤكدة لدينا، أنه أشد الأمراض انتشارا في مناطق ميدي وحرب وعبس وحيران هي مرض الملاريا وبالدرجة الأولى، وبعدها حمى الضنك. نستقبل في المركز في اليوم الواحد عشرات الحالات من الإصابة بهذه الكميات، ونقدم لهم العلاجات اللازمة والوقاية والتثقيف بكيفية الوقاية من هذه الأمراض. دكتور علي، كما تعلم كل عام يعد هذا الوقت من العام موسم لانتشار الحميات، هذا العام انتشر بشكل أكبر، برأيك ما الأسباب من وجهة نظرك الطبية؟ بالنسبة لأسباب انتشار حمى الضنك الملارية، هو تكاثر البعوض وانتشارها بشكل واسع، بعوض الأنوفليس وبعوض الناقل للملارية وبعوض الناقل لحمى الضنك ينتشر بشكل واسع في المناطق، ولا يوجد وسائل لمكافحة البعوض الناقل لهذه المرضين المؤذيين. ومن المسؤول عن التقصير في مكافحة هذه الحشرات الناقلة للأمراض برأيك؟ برأيي انه هذه جهود منظمة الصحة العالمية، المفروض انها تقوم بوسائل المكافحة والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، يقوم بحملات الرش السنوية في كل مناطق اليمن، خش بالأثر الباقي ضد لمكافحة البعوض. هذا في هذه المناطق ما يتم شيء الرش فيها، خاصة وهي محاصرة قبل ميليشيا الحوثي محاصر في المنطقة، وما تصلش الحكومة الشرعية أيضا تستطيع تصل إلى هذه المناطق، ونحن بدورنا نقدم ما لدينا بدعم من مركز الملك سلمان، لكن نحتاج إلى جهود أكثر من أجل مكافحة البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. وصلت الفكرة. طيب أرجو أن تبقى معنا. الآن ينضم إلينا مدير مكتب الصحة في حيس جنوب الحديدة دكتور محمد طالب حمنا. دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير. دكتور محمد، الأنباء تفيد بانتشار غير مسبوق للحميات في تهامة، كيف يمكن تلخيص الوضع الصحي عندكم في حيس وما حولها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الوضع أنه نعيش في هذه الأيام أمراض الحميات المختلفة بأنواعها. لدينا انتشار كبير حاليا في مرض الملاريا ومرض حمى الضنك ونقص الصفائح الدموية. هناك انتشار كبير وكثيف لهذه الحالات المرضية من المواطنين، خاصة في مدينة حيس حاليا في هذه الأيام بالذات يكثر فيها انتشار وتكاثر النامس المسبب الرئيسي والناقل لهذه الأمراض المختلفة. فنحن نعيش في هذا الموسم بكل تداعياته صراحة، فهو موسم قوي ودخل علينا بشدة، وحالات كثيرة لدينا نستقبلها باليوم في مستشفى حيس الريفي من 100 إلى 150 حالة حميات مختلفة، لدينا الأطفال والنساء والكبار ومختلف الأعمار. ما مدى جهوزيتكم لاستقبالها؟ هل أنتم جاهزون فعلا لاستقبال هذه الحالات؟ هل تتلقونها؟ هل تستقبلونها في مستشفيات؟ بالفعل نحن حقيقة المستشفى الريفي بحيث للأسف الشديد مستشفى غير مكتمل الخدمات فيه بسبب أنه مدمر، يعني لا نستطيع أنه كامل، شبه كامل مدمر.
ولا زال يعاني من هذا العجز الكبير في تقديم الخدمات للمواطنين، ومع ذلك نستقبل هذه الحالات في الظروف الصعبة والإمكانات البسيطة والأماكن الصغيرة جدا والضيقة داخل غرف المستشفى. كون المستشفى تعرض أثناء الحرب للتدمير شبه كلي، وما زال لحد الآن يعاني من هذا الدمار وعدم ترميمه لحد الآن، وبالتالي عدم توفر كل الخدمات التي يعني يحتاجها المواطن إلينا في الصحة الإنجابية، في الأمراض المختلفة يعني، ومنها أيضا الأمراض الوقائية، ومنها تقديم خدمات التطعيم والتحسين والتغذية. كل هذه خدمات لا تقدم حاليا بالمستشفى، فقط نستقبل فيها الحالات المرضية هذه المختلفة، ومن ضمنها الوبائيات الشديدة التي تحصل في هذه الأيام. احنا لسنا يعني مستعدين بصراحه كمكان مبنى مهيئ غير مكتمل الجاهزيه لهذه الحالات، ومع ذلك نستقبل الحالات بصعوبه شديده جدا ونعاني بشده في مواجهه هذه الحالات نظرا لهذا الضعف. يعني اجمالا انتم لستم مستعدون، وطالما نتحدث عن مستشفيات الريفيه لابد ان نعرج على هذه الانباء التي تتحدث عن عدم التزام الاطباء بالدوام في المستشفيات الريفيه، وعوضا عن ذلك يذهبون لدوام في مستشفيات التحالف في سبيل المقابل المادي، ما الذي تقوله في هذا الموضوع؟ احنا بالحقيقه المستشفى الريفي عندنا بحيث يضم الحالات كلها يعني حالات المرضية سواء في التحالف او المدني، فبالتالي الخدمات توفر وتقدم لكل الاطراف سواء العسكرية أو المدنية، وبالتالي كل الكادر يتواجد تقريبا في هذا المكان. بس جاهزية المبنى كما تكلمتك إنه مدمر كامل شبه كامل وما يزال بهذا الوضعية، بالتالي يعني نجد صعوبة كبيرة في ترقيد الحالات في متابعة الحالات على مدار الساعة في تقديم أحسن الخدمات للناس، نقدم الخدمات العادية المعاينات الفحوصات المتابعات إلى آخره، بس هناك حالات تحتاج أكثر من كذا، فنحن غير يعني موفر لنا أو غير جاهزين لهذا الشيء في هذه الظروف التي تكلمت عنها. نعم أرجو أن تبقى معي. أعود للدكتور علي القليصي. دكتور، إلى أي مدى يمكنك القول أن المنظمات الدولية تقوم بدورها كما ينبغي في منطقتكم؟ بالنسبة للمنظمات الدولية لا يوجد في منطقتنا، لا يوجد لأي منظمة دولية تعمل في المنطقة عدا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. حقيقة لا وجود لليونيسيف ولا لمنظمة الصحة العالمية ولا أي منظمة عدا مركز الملك سلمان في هذه المناطق المحاصرة. هو يقوم بتمويل المركز الرجعات الصحية، نحن دورنا نقدم الخدمات الصحية لأبناء لمواطني حرب وميدي والمناطق المحررة من مديرية عبد، وكذلك حيران مديرية حيران بالكامل، نقدم لها الخدمات الطبية والعلاجية، نقدم باليوم الواحد أكثر من 300 حالة مرضية، ونصرف لهم العلاج المجاني، ونقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة والفحوصات المخبرية وكل ما يلزم. هذا بالنسبة للمنظمات المحلية، لكن بالنسبة للجهات الرسمية هل تتلقون دعما بصورة ما؟ أي دعم ما قصد من دعم لا يوجد المبنى تم ترميمه وتجديده وإضافة العمل فيه من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هو يقوم هذا بدعمنا تشغيل المركز بصورة مستمرة. دكتور أيمن، عندما سألتك قبل قليل عن من يتحمل المسؤولية ذكرت الميليشيا وذكرت الحكومة الشرعية، لكن الميليشيا أيضا تقوم بإخراج المرضى من مستشفيات أطباء بلا حدود لتحل محلهم جرحاها من الجبهات. أطباء بلا حدود لا تصرح بذلك، ما الذي يحدث بالضبط برأيك؟ دكتور علي. نعم دكتور علي سمعتني؟ لا لم تتمكن من السماع. تمام، قبل قليل كنت تتحدث عن بعد ما سألتك عن من المسؤول قسمت المسؤولية بين الحوثيين وأيضا الشرعية. الميليشيا تقوم كما تتداول الأخبار بإخراج المرضى من المستشفيات التابعة لأطباء بلا حدود لتحل محلهم بجرحاها من الجبهات. بلا حدود أيضا لا تصرح بذلك، ما الذي يحدث برأيك؟ بالنسبة لما يحصل في هذه المناطق
التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية. نحن نحمل المسؤولية ميليشيات الحوثي الانقلابية عن كل ما يحصل لهذه المناطق من تدهور في الأحوال الصحية والوقائية وما إلى ذلك. نعم دكتور القليصي مدير مركز الجعدة الصحية، أشكرك جزيل الشكر. ينضم إلينا أيضا من حجة المحامي هادي وردان. سيد هادي وردان هل تسمعني؟ مرحبا بك، مساء الخير. مرحبا مساء الخير. مرحبا بك، أتمنى أن تكون قد طلعت على موضوع الحلقة. سيد هادي، ما دور المنظمات في احتواء هذه الكارثة البشرية والإنسانية في انتشار الأمراض في تهامة؟ مرحبا، شكرا لكم وشكرا للقناه انكم سلطتم الضوء على هذا الجانب الهام الذي يعني يضر او الذي يعني يؤثر على الناس وعلى البيئه وعلى المجتمع، والذي يواجهه يواجه المواطن اليمني خصوصا في مناطق تهامه والمناطق الساحليه، نظرا للامراض الذي يعني افاق الله على المحافظات الساحليه بالامطار وانتشار المياه، ولا شك انها يعني انعكست في انتشار امراض مختلفه. وقد يعني شاهدتم وقد يعني ذكرتم في حلقات سابقه انتشار مرض الكوليرا وكذلك مرض الضنك وحمى الضنك وكذلك الملاريا ويعني كثير، وهذه المناطق هي يعني معروف عنها بانتشار بانها مناطق موبوءه بالامراض منذ قبل يعني، ونظرا لغياب الدور الصحي وهي تحتاج الى اهتمام رسمي اكثر مما يعني يجب ان نعول على تلك المنظمات. على كل حال المنظمات يعني تختلف، كل منظمه بحسب نشاطها الذي اسست من اجله، فبعض المنظمات يقتصر دورها على الرصد والحث وتسويقها الى منظمات المعنيه بالجانب الطبي والى السلطات المحليه. لا يخفى عليكم ان المنظمات الموجوده في المحافظات التي تخضع للميليشيات الحوثي تعمل وفق الصلاحيات المحدوده لها، وبينما الجزء الاهم منها يتم يعني السماح لهم فيما يعود بصحه الميليشيات لمعالجه يعني جرحاهم، لدعم جبهاتهم، لامورهم اعلم بها والعالم والناس ضدهم يعني كل مطلع على ما تقوم به تلك الميليشيات. الا ان هناك دور محمود لكثير من المنظمات ما يدري الان من الخبئه وما يحصل من اوقع في ميدان يعني في مناطق لا حضور للمنظمات فيها ولا وجود للمنظمات فيها، وان كان هناك من دور فدور قاصر على بعض الاسعافات التي يعني لا تلبي كل ما يجب. وهناك ايضا منظمات تقوم بدور ايجابي يشكر عليه، فتحت مجالات خصوصا يعني منظمه الضباب ذي الحدود اللي تعمل الان يعني بمهنيه عاليه ولديها كادر طبي يعني متميز، كذلك بعض المنظمات القليله يعني التي تعمل في المؤسسات المستشفيات الحكوميه في منطقه عبس وفي مناطق يعني الحديده وفي محافظه حجه العواصم المدن. أرجو أن تبقى معي سيد هادي، سيد هادي أرجو أن تبقى معي، أعود لمدير مكتب الصحة في جنوب حيث أرجو وحالات يعني الخطوات السابقة قبل انتشار الأوبئة. يبدو أنك لا تسمعني، لكن حتى نعطي الفرصة للدكتور محمد طالب وجه له حديثه. دكتور محمد لو تسمعني، المحامي والناشط الحقوقي هادي وردان قبل قليل قال بأن لا دور للمنظمات تقريبا، فبرأيك ما هو دور المنظمات المحلية والمنظمات التابعة للتحالف أيضا؟ في الحقيقة ليس الموضوع بهذا الشكل الكامل، لأنه لا دور للمنظمات، هناك منظمات تدعم ولو حتى بالجزء اليسير، فهذا الشيء يعني لابد أن يذكر في مثل هذه الظروف، إنما يعني وجود المنظمات هو حقيقة داعم مهم ووجود يعني مكمل لدور التحالف أو وزارة الصحة. الآن احنا نعيش في ظروف صعبة وإمكانات شحيحة ومحدودة، فالمنظمات لها دور أكيد ولازم تقوم به على أكمل وجه، قد يكون هناك نقص وقصور وعدم استكمال. لو تفصل لنا بخصوص هذا الدور وهذا الدعم.
نعم، احنا مثلا في مدينه حيث حقيقه لا يوجد لنا منظمات يعني جانبيه عامله كثير سوى منظمه الصحه العالميه، ودورها محدود عبر الادويه وفريق طبي موجود في يقدم خدمات للناس ومن بتواصل من بعيد وليست بشكل يعني ميداني كثيف. فنشكرهم على هذا الجهد، ايضا التحالف ومن الهلال الاحمر الاماراتي بيدعمنا تماما بعلاقات شهريه لمواجهه الحالات مع ادويه وزاره الصحه. هذا هو الحقيقه اللي نحن نعيشها ونقدمها للناس، قد تكون غير كافيه والوضع اكبر من كذا بكثير، لكن هذا المتوفر وهذا الذي موجود معنا حاليا، ونشكرهم على هذه الجهود يعني المساعده لنا في ذا، ونامل انه يقوم مثل هذا الدور الكبير كون الحالات المرضيه كثيره الاوبئه منتشره بشكل اوسع واكبر بكثير مما هو مقدم حاليا من قبلهم. المعاناة كثيرة لدى الناس، الحالة المعيشية صعبة، الفساد الخانق على المدينة أصعب بكثير، فكل هذه ظروف مجتمعة تحتاج إلى تدخل أكبر وأوسع وأشمل. دكتور محمد، الحقيقة أيضا تقول بأن أطباء بلا حدود متواجدة في عبس ولا تتواجد في حيث، كيف يمكن تفسير ذلك وعلى أي أساس؟ أطباء بلا حدود ليست موجودة عندنا بحيث مطلقا، فهي موجودة في المخا وليست في حيث. نعم. احنا بس نتعاون معهم بتحويل بعض الحالات الصعبه في حالات النساء والولاده، هكذا الدور اللي مرصود معنا من قبلهم يتم اسعاف حالات الامراض النسائيه الجراحيه المستعصيه الى مدينه المخا كونهم مركزهم الرئيس في داخل المخا. هذا بالنسبه لاطباء بلا حدود ليس لها نشاط داخل مدينه هس او في الخوخه او اي من الساحل الغربي. طيب لو تكلمنا بصوره عامه حول اعتمادكم، ما هي نسبه اعتمادكم على المنظمات المحليه والدوليه في احتواء حالات والمرض وانتشار الامراض والاوبئه؟ كما قلت دلوقتي الموضوع فعلا يدعمونه بشكل دوري ومنتظم، فهذا الدعم هو الذي يساهم يساعدنا في توفير بعض الاحتياجات اللازمه للمرضى التي نستقبلهم يوميا. فلو وجود هذا الدعم من اين ناتي لهم بدعومات؟ فكيف نواجه هذه الحالات؟ مع وجود بعض الرجال الخيريين عندنا والالويه السابعه بقياده الاخ الشيخ علي الكنيني وكذلك الشيخ مصطفى قائد الاحادي عشر في المدينه، هؤلاء كلهم يساعدون في توفير اضافه الى المنظمات، وهذه الجهود كلها تنصب دائما في تقديم ما هو ممكن تقديمه لهؤلاء الناس، وفعلا واجهت مثل هذه الكوارث والاوبئه والامراض المختلفه. فالجهد مطلوب موجوده بس غير كافيه وغير يعني تلبي الاحتياج الذي نحن نطمح اليه لخدمه الناس والمواطنين ومواجهه مثل هذه الاوبئه الكبيره والمختلفه والحميات الشديده الان التي عندنا تصل لكل بيت، واكثر من فرد في الاسره الواحده يعانون من هذا الامراض الوبائيه الان التي دخلت في موسمها الحاد. طبعا هناك انتشار كثير بسبب الامطار، تسببت مستنقعات كبيره واوبئه منتشره تساهم كثيرا في نمو وتكاثر البعوض الناقل لهذه الامراض المختلفه. فالان نحتاج اكثر من كذا، نحتاج طرق طبيه تعمل على رش هذه مثل هذه الحشرات الضاره، توعيه معينه يعني للناس والمواطنين كيفيه مكافحه مثل هذه الامراض، مكافحه هذه النواقل وأجهزة أخرى أيضا، كون الأوبئة أكبر من كذا بكثير أكثر. نعم من دكتور محمد، مركز أو مستشفى بالنهاية هم مسؤوليتكم وأنتم تتحملون هذه المسؤولية بكل أوجهها. مدير مكتب الصحة في مديرية حيث جنوب الحديدة دكتور محمد طالب حمنا، أشكرك جزيل الشكر. أعود لهادي وردان من حجة المحامي والناشط الحقوقي. سيد هادي، ربما استمعت كل طرف يلقي اللوم على الطرف الآخر، برأيك من المسؤول في النهاية وما هي الكلمة التي توجهها للمسؤولين؟ نعم، انا لم اقول انه لا يوجد للمنظمات، المنظمات موجوده لكن ليست بالقدر المطلوب. قلت لها دور حقيقي لها. نعم. ما اتيح لها من صلاحيات. الان يعني ما يجري في الميدان ومواجهه يعني نوعيه لتلك الحالات ومواجهه تلك الامراض والاوبئه المنتشره، لم يعد هناك اي سلطات، لم يعد هناك وزاره الصحه، لم يعد هناك الحملات المركزيه، كل ما يتم وكل ما يتم من تداركه وكل ما يتم من مواجهته هو من قبل المنظمات الموجوده في 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 الميدان، يعني حتى لا نجحد كل شيء يعني، لكن ليست بالمجال الذي يجب ان يكون. المناطق تحتاج الى حملات رش لتلك الاوبئه السابقه، وحملات مستمره، حملات زيت، نزول ميداني بشكل مستمر.
اكثر مما يعني يجب ان 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 يعني تقوم به تلك المنظمات، ان تظل محصوره بطاقمها الطبي في مستشفيات المراكز المديريات وفي العواصم للحالات التي يتم نقلها الى هذه الى اليها، بينما هناك حالات لا يتمكن اهلها من الاسعاف من يعني نقلها الى وبالتالي فانها يعني عرضه للوفاه، وقد حصل من هذه الحالات. ما تقوم به تلك المنظمات هو يحتضر لكنه ليس بالمطلوب ولا يلبي الميزانيه التي يعني تعمل بها هذه المنظمات. ولا ننسى انه قبل 3 ايام ميليشيا الحوثي اغلقت اجلت الامراض المرضى من مستشفى منظمه اطباء بلاحظ في عدن، واغلقت كل المرضى وفرغت الجرحى الذي هم يعني جرحى جبهات في حيران وفي جبهه حرب، وهذه هي المشكله التي يعاني منها المجتمع. ولا وجود للمراكز المركزيه الصحيه الطبيه التابعه لوزاره الصحه، ولا وجود ايضا للدور الرسمي، ولا يوجد هناك تدخل احد من قبل ايش التحالف او الحكومه الشرعيه للتخفيف عن معاناه هؤلاء الناس. التحالف يتخاطب مع المنظمات التابعه للامم المتحده. المنظمات التابعه للامم المتحده لا تعمل الا وفق الصلاحيات التي يعني تعطيها او تقدمها لها سلطه الحوثيين الموجوده في الميدان. وبالتالي نعم سيد هادي، اشكرك جزيل الشكر سيد هادي وردان الناشط والحقوقي والمحامي، كنت معنا من حجة، رسالتك وصلت، اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الحلقه الى هنا تكون قد انتهت، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقه الزميل وديع عطا وكل الطاقم، الى اللقاء.